نبدي هسه ب chapter 3 continuous present او يسمونه مرات present continuous المضارع المستمر. طبعا هنا حاكي لك حكي مصفط لك سوالف activity وكذا auxiliary be و ing form والى اخره. طبعا وقبل لا نبدي بالزمن انا راح اخذ لكم اياها بملزمه يعني هذا القاعده مالت هاي السوالف كلها yes no questions طبعا يمكن تقريبا 5 صفحات 6. المهم قبل لا نبدا بالزمن راح اعطيكم قواعد استخدام الاي ان جي. شلون اضيف اي ان جي؟ هذا موضوع ما له علاقه بالمضارع المستمر. لا اي ان جي وين ما كان مستمر تام كلهن يعني هاي قواعد تشمل كل الاي ان جي. اول قاعده اذا كان الفعل منتهي باي نحذف الاي. اول قاعده اذا كان الفعل منتهي باي نحذفه. عندك هاف صارت هافينج. عندك هاف صارت هافينج. رايت رايتينج. تشوز تشوزينج. طيب دكتور هاي الاضافات شو نضيفها على اي كلمه على الفاعل يعني لو شلون الفعل فعل رئيسي مالت الجمله الفعل الرئيسي دائما نضيف. اي دائما يجيك بين قوسين الفعل. استاذ هسه ملاحظة اذا الجملة تنتهي ب اي نحذف فعل. فعل مو جملة. اذا فعل اي مو جملة فعل ينتهي ب اي ونضيف اي ان جي. نعم نحذفها للاي ونضيف اي ان جي. طيب هاي اول ملاحظه. اسهل شابتر ان شاء الله راح يصير. توكل على الله توكل على الله سهل ان شاء الله. طيب ثاني قاعده اذا كان هنالك افعال هنالك افعال نكرر الحرف الاخير. هنالك افعال نكرر الحرف الاخير ونضيف اي ان جي. طيب من هاي الافعال امثل عليها sit sitting stop stopping run running. هذه حفظ هذه الافعال اضيف لها كرر الحرف الاخير وضيف اي ان جي. اكتب وياك admit forget لأن كلهن لأن كلهن نضيف لهن تكرر الحرف الأخير ونضيف ing. نكرر الحرف الأخير ونضيف ing. نكرر الحرف الأخير ونضيف ing. تقريبا هما بس ذولا نكرر الحرف الاخير ونضيف اي ان جي يعني مو كل الافعال ملك علاقه بكل شيء. الحشر قاعد نعطيك اياه اكتبه لا تتعب نفسك ولا تدوخ نفسك اطلاقا. هذول الافعال بس ذولا الافعال 6 تقريبا وياهم سويم سويمينج ايضا سويم سويمينج ايضا نكرر الحرف الاخير ونضيف اي ان جي. طيب هنالك افعال شاذه هنالك افعال شاذه مثلا عندنا الداي والتاي واللاي. لا ذولا يتغيرون كلهم. شوف الداي تصير داينج تاي تصير تاينج لاي تصير لاينج. لأن شواذ غير هاي القواعد ضيف اي ان جي بس غير هاي القواعد ضيف بس اي ان جي.
إذن راح أعيد قواعد إضافة الـING. أولاً إذا عندك إي تحذفه وضيف ING. ثانياً بعض الأفعال تكرر الحرف الأخير وضيف ING اللي هم sit will stop run admit forget prefer. طيب هاي ثاني قاعدة، والقاعدة الأخيرة أن هنالك die tie lie هذول يتغيرون كلهم، غير ذني حط ING دائماً، بس غير ذني حط ING دائماً. نعم هسه راح ننتقل للمضارع المستمر. الان انتقلنا الى زمن المضارع المستمر بالكتاب اسمه continuous present، وهنا يسميه present continuous، بعض الكتب يسميه مستمر مضارع، بعض الناس يسميه مضارع مستمر. طيب بس هو متعارف عليه present continuous مضارع مستمر. طيب القاعده مالت الزمن، قاعدة مالت الزمن فاعل زائد is أو are أو am زائد فعل b-i-n-g زائد تكملة. يابا بس أريد أقول لك سؤال واحد، أريد أطلب منك طلب واحد، يعني بيش أحلفك أنت به على القاعدة، ركز لي على القاعدة الله يرضى عليك، يا بعد قلبه أنت يا بعد شبدي أنت به على القاعدة. زين القاعده تقول از وار وام وفعل بي اي ان جي، لما تجيك از وراها صفه هذا مو مضارع مستمر، انتبه لي على القاعده، فاعل از ار ام فعل بي اي ان جي، اذا ما حطينا اي ان جي هذا مو مضارع مستمر، هذا مو مضارع مستمر. القاعدة تقول is are am فعل بي اي ان جي تكمل، اقفل لي عليها قفل، انتبه لي على القاعدة. هي وشي وليت ويا لز وي ذيو ويا الار الاي ويا الار. خلينا ناخذ امثلة، اجاك بالامتحان هي ورك ات سكول، اقول له هي از وركينج ات سكول، يو ورك ات سكول، يو ار وركينج ات سكول، اي ورك ات سكول، اي ام وركينج ات سكول. بس هاي قاعدة المثل، شدينا الرحال ورحنا على حالة النفي، قعدنا يمهم صبونا شاي قلنا له شنو القاعدة مات، قالت هي حياكم الله صدوق كذي داخلين يمي تبشرون، قالت لهم قاعدتي فاعل is are am not وفعل بي اي ان جي. يابا يعني شو اقول لكم، القاعدة ركز لي عليها، بحالة النفي الفعل يبقى اي ان جي، مو تحطه مجرد، لا تصير جلندايزر، لا تصير باباي، انتبه زين، انتبه لي زين، هذا مضارع مستمر بي اي ان جي ثابتة بالنفي والسؤال، لا تقوم تشغل دولي وتربط المضارع المستمر ويا المضارع البسيط. هي ورك ات سكول، هي از نوت وركينج ات سكول، مو والله حطيتها هي استاذ محمد مو قال بالنفي خلينا فعل مجرد يلا حطها هي نوت ورك وخلاص، لا حبيبي هاي صفر حيدر يجيك، سامعين بالصفر الحيدري لا صفر حيدري يعني ما منا نجاح هيك. طيب حالة السؤال is are am فاعل فعل بي اي ان جي تكمله، you work at school are you working at school are you working at school. Are you working at school؟ هاي حالة السؤال. طيب خلينا نعطيك قاعدة أخرى بالنسبة لحالة السؤال مع الـ WH questions. هسة قاعدة الـ WH question، لما نجيك WH question بالبداية أول إشي أداة السؤال WH يعني قصدي أداة السؤال زائداً is أو are أو am زائد فاعل subject زائد فعل يحتوي على الـ ing. زائدا تكمل ولا تنسى علامة الاستفهام. WH question is aram فاعل فعل بي اي ان جي تكمل.
لو اجتني هاي الجملة وقال لي صيغ عليها سؤال at school، شلون راح اصيغ سؤال؟ راح اقول له اول شغله اسلم عليه قبل كل شيء، اقول له السلام عليكم، راح يقول لي وعليكم السلام، صب لي شاي، تمام توكلنا، حط له اداه السؤال وير. يا با ليش خلينا الوير؟ وير ار يو، وير ار يو، ليش خلينا حسب القاعده و دبليو از وير ام، وير ار يو الفاعل، الفعل من هو ورك، حطينا له اي ان جي. وير ار يو وركينج، وقلت له هاي علامه استفهام ومع السلامه، وقال لي رحم الله والديك بعد ما شربنا الشاي. هسه هنا امورنا لوز وزي الفل. وما اوصيك بالامتحان لا تحط علامه استفهام، لو حط لي الفعل مجرد، حط لي اي ان جي بدون اي ان جي، ورك، خليك مركز من الجواب، خليك مركز. طيب هذا الزمن من تريد تقراه مو تباوع علي عبالك اكله تريد تاكلها وخلاص، هذه الزمن لما تقراه أركز عليه، أركز عليه وأحط أمثلة وأتدرب، أكتب لي 5 أمثلة وأتدرب، أحط نفي، أحط سؤال، أركز النوب، أعيد الجملة. وبالمناسبة الكلمات اللي يدلن على الزمن راح أنزلكم إياها، ندني هاي الكلمات اللي يدلن على الزمن. هنا نجي هذا القاعدة مالت الزمن آي إن جي، وهذه الفعل الإز والآر والآم، وهذا الدبليو إتش كويشن، وهذا حج كله نفس الحج ونفس الصفط ونفس السوالف، نفس الحج ونفس الصفط ونفس السوالف. راح نجي على رقم 8، ورقم 8 جدا مهم، اكتبوا لي ملاحظة يومكم، اكتبوا لي يومكم ملاحظة. هنالك أفعال لا تأخذ المضارع المستمر أبدا، أفعال ما تجيك بزمن المضارع المستمر إطلاقا. هذه الأفعال هي في الجدول صفحة 39، هذول الأفعال ما يأخذون ing، هذول الأفعال ما يأخذون، احفظ ليهم بس، قول يا هذول الأفعال ما يأخذون ing وخلاص انتهى الموضوع. هذول الأفعال ما يأخذون ing، believe، now، seem، see، هذول ما يأخذون ing. إذا جتك الجملة بزمن المضارع المستمر تجيك جملة مضارع بسيط، لو مضارع مستمر حطها مضارع بسيط. إذا جاب لك مثلا قالك I am believing، I am believing، I am believing in you، قالك صحيح للجملة هاي خطأ، أنت تقول طبعا غلط، سويها مضارع بسيط مو مضارع مستمر. ليش؟ لأن المضارع البسيط ما ياخذ، المضارع المستمر ما ياخذ البليف، ما نقدر نحط البليف في المضارع المستمر. لو جاب لك مثلا he is believing، لو he believes تقول له هي بليفز، ليش؟ لان البليفز ما تاخذ المضارع المستمر، تاخذ المضارع البسيط بس ما تاخذ المضارع المستمر. هسه راح ننتقل على نقطه 9، verb with preposition، preposition، preposition حروف الجر. اكتبوا لي هنالك افعال تاتي مع حروف الجر، اكو افعال تجوي حروف الجر، مثلا look at، think about، talk to، هذول يجون سوية، look up، pick out، هذول يجون سوية. من 11 نكمل ان شاء الله بالمحاضرة القادمة بقية المادة، وصلنا لهنا ان شاء الله.